على خاصية ستوري على موقع إنستغرام، نشرت النجمة اللبنانية نادين شايم فيديو لابنتها هيفين وهي تحاول لفظ كلمة مظاهرة. هيفين البالغة من العمر 6 سنوات قالت: مظاهرة بطريقة طفولية محببة وصلت إلى قلب متابعي والدتها وصارت حديثة. مصارحة مين؟ مصارحة مزارحة ولا مظاهرة؟ مظاهرة. برافو. وعلقت نادين على كلام ابنتها العفوي قائلة: مزاهرة حبيبة قلبي، الله يحميها ويعطيها أيام حلوة. الفن لبنان كله صار بالشارع. ثورة 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 ثورة. من ناحية أخرى، كانت نادين قد تعرضت للكثير من الانتقادات بعد مشاركتها في التظاهرات اللبنانية، خصوصا بعدما فقدت أعصابها في وسط بيت. غير عالم بيتفلسفوا علي تلك أولادي، ولدي إن جيتوا من النقاش لو وصلت لهون ساعتين على الطريق. تحت دواليب تحت دواليب ضحيت وشيت، وينكم أنتوا؟ برافو علينا. كارن جيم تطلقت من زوجها المهندس هادي أسمر مؤخرا ما عاد إلى الواجهة، فارق العمر بين الزوجين. هادي أكبر من نديب ب16 عاما، وهو مشهور كلاعب بوكر محترف، فقد شارك في بطولات عالمية، وصرح مرارا أنه يريد أن يرفع اسم لبنان عاليا في المحافل الدولية في لعبة البوكر. Well, Asma calls the 3-bet in position. He asked how much, but he didn't really seem like he was very interested in the answer. He actually wasn't getting the right price.